جزائر ليبيا مرحبا خوتي خواتاتي من دول الخارج الامارات قطر دبي سلطنة عمان السعودية البحرين مرحبا بكم 6000 مرحبا المتتابعين ديالي مرحبا بكم خوتي خواتاتي المغربيات مرحبا وسهلا دابا خوتي خواتاتي المشاهدين ديالي جيت اليوم نهضر لكم ما جيت لكم اليوم لا فصفه ولا والو اليوم جيت نهضر معكم على واحد الموضوع مهم مهم جدا ارفع ما يكون اغلى وارفع ما يكون صمتوا لي اليوم علاش اخوتي خواتاتي المشاهدين ديالي تيغلطوا دابا انا عندي هذا الشيء كله هذا العلك اللي تيخرج هو من الاشجار كيغلطوا دابا عندنا الكثيره كتخرج من الاشجار عندنا المستكة كتخرج من الاشجار عندنا العلك تيخرج من الاشجار عندنا السمخ العربي كيخرج من الاشجار عندنا هذا كيخرج من الاشجار عندنا تيدكت كتخرج من الاشجار هادشي اخواتي خواتاتي تابعوا معايا هادشي راه كله طبيعي وفعال ومزيان وكله هو كولاجين هادشي كله اللي كنهضر معكم كولاجين بغيت نفهمكم خوتي خواتاتي المتابعين ديالي اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد تابعوا معايا مزيان دابا جاد هذا خوتي خواتاتي السمخ العربي هذا السمخ العربي هذا العلك هذا المستاكة مستاكي هذه كثيرة هذا حبوب البيضة هذا هاي دايره بحال تيدكت انا هي راه ماشي تيدكت تاع دابا كتخلط للناس بغيت نفهمكم باش حتى شي واحد باش كلشي تفهموا بحالي انا حتى واحد ما غادي نخليهش انا جيت اليوم حيدت لكم هذا الوقت من الوقت ديالي باش تفهموا هذه تيدكت المسكه الحره ها انتم اخوتي خواتاتي لاش تيرا بحال هذه بحال هذه ولاني هذه تيدكس هذه حبوب البيضاء هذه كاع نوريكم من تتكون هادي خوتي خواتاتي هذا علك تاع المشماش ها هو هذا علك تيكون في المشماش وتيكون في الطلح وتيكون في البلينز اللي كيعرف البلينز هذا موجود عندنا الحمد لله كاين في طاطا كاين في الداخله كاين في مراكش كاين في الجبال كله تيكون كله موجود عندنا هذا غير هو ديال الطلح هو اللي تنركزوا عليه حنا صحراوي كاين تاع المشماش حتى هو يا سلام تخرج من المشماش زوين وكاين تاع البلينس ها هو وكاين ديال الطلح ها هو ما غاليش بزاف كيلو تيدير 2800 2600 ريال يا راه ما تطحنوا يا راه ما تشربوه مزيان المهم وكولاجين هذا كولاجين هذا خوتي السمخ العربي ها هو حتى هو راه تيكون بحال العلك ولكن يا خوتي خواتاتي راه ماشي العلك ها نتوما انا راه جيت معكم اليوم نقدم لكم هذا البرنامج باش تفهموا مزيان هادو خوتي خواتاتي هادي راه الكثيره هذا كله كيخرج من الشجر كله كيسيل من الشجر وكيخرج من الشجر كله هذا الشيء هادي راه تيدك تجي من الكانبوج حتى هي شتي كتجي كتجي هذا خوتي خواتاتي ها هو شوف هذا تيكون ها هو فيه الدقيق تيكون فيه الجليد تاعو بيض هذا تيجي من نواحي صويره هذا فين تيكون عندنا تيكون عندنا في العرعار كيولدوا لنا العرعار داكم ديروا مع تيدكت هاتي دكت هاي هذا حبوب بيضاء هذا تيكون عندنا في العرعار نواحي صويره ها هو انا خوتي جيت ندير معكم باش تفهموا هاد المشتره تيكون فيها الدقيق بيض هذه لا هادي لا خوتي خوتاتي هذا مستاكي حتى هو تيكون بحال حتى هو تيكون شجر برا في اسيا ملي كيجي حتى هو من برا ها هو ها هو البنات المشاهد ديالي جيبها انا من السعوديه انا كلشي هادشي جيبه من المملكه العربيه السعوديه واللي بقى اللي خصني دابا راه تيصيفطوا هي الناس كاينين عندي الاحباب ديالي والاصدقاء ديالي هذا خوتي راه هذا العلك راه كولاجين هذا راه كولاجين هذه كيديروها الناس للبخور وانما هي راه كولاجين هذه تدار للجميل وكتليق للسمنه تابعوا معايا عندي لكم بها هذا عندي لكم بها المسكط وعندي لكم بها التحاميل ديال
تكبير الارداف والمخيره. هذه اللي غنيه على التعريف الكثير، معروفه حتى هي كتكون علك، كتكون بحال تكون فواحد الشجره في برا، ما تكونش عندنا حنايا شتيها. هذا الصنخ العربي حتى هو تيكون في باكستان، تيكون في الدول العربيه جنوب افريقيا كامله تيكونوا عندنا هنا شتي. هذا حتى هو يا سلام التجميل كولاجين، يا سلام التجميل، ويا سلام السمنه المفرطه كاع. هذا شتي هذا واهلي واهلي، هذا اللي درتي به القويبات والحصى، ويا سلام يا سلام يا سلام. وطيبيه وبدي حي التجاعيد وفزاد. تبعوا معايا وديروا جيم وافوني وتفعيل الجرس. هاو هادي التايا، هادي التايا الجميل كولاجين الجميل شتي. هاو كولاجين اخواتي، كلشي هادشي كولاجين، كلشي هادشي الجميل وزيادة الوزن، تركيب الأرداف. هذا أخوتي خواتاتي راه تيليق السكر، تيليق الكلاوي، القول العصبي، الطانسيون، كلشي كلشي تيزيد في الوزن، ولكن تيمشي بالطريقة ديالو أخوتي خواتاتي، تيمشي بالوزن، تيمشي في الطريقة ديالو. هذا سمعتي هانتي سادو معايا أخوتي خواتاتي، اليوم راني جيت نقدم لكم هذا البرنامج. سمعوه وراه هادشي اللي كنقولو لكم، موتو قا منو هادشي، راه ما سمعتو لا في واتساب لا في يوتيوب لا والو. هادشي انا دايره عليه تكوين، والله العظيم اخواتي خواتاتي، انا هادشي راه دايره عليه تكوين، دايره عليه تكوين كله، لا هذا لا هذا، راه والله الا تكوين انا معلمه به في السعوديات. السمخ العربيه ديما كنجيبو كنخدم به. تابعوا معايا ندير لكم به القويلبات تاع حميل، وهذا حتى هو راه زين للسمنه، العلك ديال كلشي، كلشي زين. حتى كل هنا جربتو كلشي، غير هما صحراوه ديالنا حنا كيعطيو بهذا ديال الطلحين، ما حتى تاع المشماش زوين، كيدار لوجهك راه تيولي وجهك كي المشماشه شتي، كديري لوجهك تيولي بحال المشماشه. كيدار به الكريم، كيدار به الماسك، تيدير به مقصير، كندير به الصابون، ما كنخلي انا مش كندير من هاد العك. تبارك الله وما شاء الله. ها انتم هو انتم اخواتي اخواتاتي، بغيتكم تفهموا، الله يسهل عليكم المشاهدين المشاهدات ديالي، الله يجازيكم بالخير. ها انتم بغيتكم تعرفوا وبغيتكم تفهموا، ما تبقاوش دايرين غاديين في التلفزيون تيعيطوا لي الناس وتيقولوا لي حنا راه هذا هو العك. لا الكثيره هي المسك، لا تيدكت هي هادي، لا تيدكت ها هي، تيجيبوها هادي يقول لك راه تيدكت، راه ماشي تيدكت، هادي راه كتكون نواحي صويره، لاحظوا فيها راه كيكون فيها هذا الشيء بيض، ها راه تيديروا العرعار. هذا زينه البخور، يا سلام، ما يخلي عين، ما يخلي سحر، ما يخلي حتى شي حاجه باذن الله. هذا راه تيكون في العلك في نواحي صويره، تيكون في العرعار، هذا هو الحبوب الابيضه يخرجها العرعار. ها هي مزيانه بزاف بزاف، هذه المسكه الحره تيدكت، ها هي فهموها. شوفوا غنيه على التعريف، لا من يعرفوها، كلشي تعرفوها. انتما كتخلط لكم هذه ثاني مستاكه، تجي طيه من برا، هي تجي طيه من الكامبوج. هاي هادي الطياره، يا سلام للسمنه، يا سلام للتجميل، يا سلام. نتوما دابا انا وريتكم هادشي، الواتساب عندكم، التعاليق عندكم، تبعوا معايا اخوتي اخواتاتي هادشي، واللي خصاتو شي حاجه من هادشي انا غادي هادشي كله غادي ندير به التجميل. غندير لكم الماسكات، وغندير لكم المقشيط، وغندير لكم الصابون، وغندير لكم السمنه، وغندير لكم التحاميل، كلشي بهادشي. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتاتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. وسمحوا لي اليوم راه جيت نهضر معاكم في موضوع ها هو هذا. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.